المؤهل الاول جهاد ابو زكي من غرفه التحكم المروري، صباح الخير. صباح النور، يعطيكم الف عافيه. الله يعافيك. تفضل. نعم، حركه السير الصباحيه لليوم حركه ناشطه عم تشهدها مداخل بيروت الثلاثه، المدخل الشمالي من جوني باتجاه بيروت وايضا نقاش انطليه جلي الديب، بننتقل على المدخل الشرقي وعلى الريا باتجاه الجمهور، بهي الاثناء حركه ناشطه بعد ما في عجقه قويه، وايضا المدخل الجنوبي تحديدا خلدي باتجاه انفاق المطار والكوستا برافا باتجاه الاوزاعي ودومن شوارع العاصمه حركه ناشطه. احصاءات حوادث السير خلال فتره ال 24 ساعه الماضيه واللي نتج عنها اضرار جسديه، مجموع الحوادث 13 نتج عنهم 16 جريح بنتمنى لهم الشفاء العاجل. مخالفات السرعة الزايدة 739 محضر مخالفة السرعة الزايدة. لمزيد المعلومات بدي ارجع اذكر انه بتقدروا تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر او فيسبوك او الاتصال على الخط الساخن اللي هو 1720. يعني المؤهل الاول جهاد ابو زكي، بنقول لك اول شيء يعطيك العافيه. ثاني شيء لك ولكل العاملين بغرفه التحكم المروري على مدى ال 24 ساعه، قلت مداخل بيروت الثلاثه، ممكن نشوف المدخل الرابع يلي هو البحر عليه زحمه كمان، مثلا سفن جاي على لبنان قريبا؟ نتمنى هذا ان شاء الله. الله يسمع منك، ان شاء الله يتحسن هذا الموضوع ان شاء الله. سفن مش بوارج بس. ايه سفن، سفن مش بوارج اكيد. شكرا لك، يعطيك الف عافيه لك ولكل عناصر القوى الامنيه.